لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. هنتكلم في فيديو النهاردة عن فنانين اختفوا عن الساحة الفنية وما زالوا على قيد الحياة لكن الفن تخلى عنهم. الفنان أحمد مراد اشتهر بأسلوبه الهادئ في معظم أعماله الفنية. بدأ التمثيل في بداية الألفينات وشارك في 28 عمل فني، كان آخر ظهور له في عام 2012 في مسلسل النار والطين. وولد في 27 أغسطس سنة 1975 ويبلغ من العمر الآن 49 سنة. الفنان أحمد هارون هو ممثل مصري، ولد في 9 مايو 1978، تخرج في كلية السياحة والفنادق ودخل الوسط الفني في عام 2003 في مسلسل أونلاين، وشارك في 22 عمل فني آخرها كان في عام 2018 في فيلم قلب الأسد. يبلغ من العمر الآن 46 سنة. الفنانة شيماء عقيد ولدت في الإسكندرية لأب سوري وأم مصرية في 12 يونيو 1987. بدأت التمثيل في منتصف الثمانينات وشاركت في 31 عمل فني، آخر أدوارها كان مسلسل أولاد الشوارع في عام 2006، ثم اختفت عن الأضواء تماما وتبلغ من العمر الآن 46 سنة. منى ليزا اسمها الحقيقي منى عاطف سيد عجمي، ولدت في 1975 وظهرت لأول مرة مع الفنان محمد هنيدي في فيلم همام في أمستردام، وشاركت بعده في فيلم أصحاب ولا بيزنس عام 2000 ومسلسل حديث الصباح والمساء، واعتزلت الفن وارتدت الحجاب في عام 2002 وتبلغ من العمر الآن 49 سنة. وسام حمدي بدأ نشاطه التمثيلي طفلا في بداية الثمانينيات وشارك في 73 عمل فني، آخرها مسلسل العراف مع الفنان عادل إمام في عام 2013، وولد في 14 يوليو 1977 ويبلغ من العمر 47 سنة. طارق نصار ممثل مصري، شارك لأول مرة في فيلم محامي خلع مع الفنان هاني رمزي والفنانة داليا البحيري، وشارك في 4 أعمال فنية فقط وهما فيلم محامي خلع ومسلسل شهر العسل وليالي أوجيني وفيلم لحظات أنوسة، وولد في عام 1962 ويبلغ من العمر 62 سنة. الفنان أحمد الشافعي من مواليد الجيزة سنة 1971، كان أول ظهور له في مسلسل المال والبنون عام 1993، وقدم للسينما والتلفزيون 55 عمل فني، آخر أعماله مسلسل الوسواس في عام 2015 ويبلغ من العمر الآن 53 سنة. وأبدع في دوره في مسلسل الرحايا مع الفنان الراحل نور الشريف. الفنانة إيناس نور ولدت في عام 1975 وبدأت مشوارها الفني وهي طفلة في فوازير نيلي، وقدمت أكثر من 80 عمل فني، آخر أعمالها في عام 2020 في مسلسل الحيطة، وابتعدت بعد ذلك عن الشاشة وتبلغ من العمر الآن 49 سنة. الفنان سامي جوهر كانت أول أدواره في دور برعي الحاجب في مسرحية شاهد ما شافش حاجة، ثم شارك بعد ذلك في 5 أعمال فنية واختفى تماما عن الساحة الفنية، وكانت آخر أعماله في عام 2010 في مسلسل اختفاء سعيد مهران، ويبلغ من العمر الآن 73 سنة. عماد محرم ولد في 8 يونيو
1951، وهو ممثل ومنتج مصري. كانت بداية مسيرته الفنية في السبعينيات، وكانت آخر أعماله مسلسل عوالم خفية في عام 2018. قدم للشاشة 61 عمل فني، ويبلغ من العمر الآن 73 سنة. حسين الشريف حاصل على درجة الليسانس في الحقوق، وكانت بداية مسيرته الفنية في السبعينيات. قدم للسينما والتلفزيون أكثر من 344 عمل فني، وكانت آخر أعماله في عام 2013 في مسلسل أهل الهوى، وما زال على قيد الحياة ويبلغ من العمر 68 سنة. الفنان طارق الأمير هو ممثل ومؤلف مصري. بدأ مشواره الفني في التسعينيات، من أشهر أدواره في فيلم اللي بالي بالك وفيلم عسل أسود، وقدم 8 أعمال فنية فقط. ولد في عام 1965 ويبلغ من العمر الآن 59 سنة. الفنان سامي كامل ولد في القاهرة في عام 1947، وتخرج من المعهد العالي للفنون، وبدأ التمثيل عام 1976، وشارك في 14 عمل فني. آخر أعماله مسلسل الماضي يعود الآن في عام 1997، ما زال على قيد الحياة ويبلغ من العمر الآن 77 سنة. وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. شكرا ليكم على حسن المتابعة، استنونا الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.